مرحبا روح بالنزود روح بنور ربعت من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة عينعت ما جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفؤادي التلال تفوح صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي تمال الجمال مشح ما هو زباله ما قلناها علشان المزايا زينها في الصحن لا نادى المنادي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي بعدها يا مرحبا روح بالنزود جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة عينعت ما جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفؤادي التلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي قلناها علشان المزايا زينها في الصحن لا نادى المنادي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي مرحبا روح بالنزود روح بنور ربعت من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفؤادي التلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي تمال الجمال مشح ما هو زبالي ما قلناها علشان المزايا زينها في الصحن لا نادى المنادي والحرام فرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي بعدها يا مرحبا روح بالنزود روح بنور ربعت من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة عينعت ما جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا بيتك عد في صدري ومرقاك الفؤادي التلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي تمال الجمال مشح ما هو زبالي ما قلناها علشان المزايا زينها في الصحن لا نادى المنادي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي مرحبا روح بالنزود روح بنور ربعت من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة عينعت ما جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفؤادي التلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي تمال الجمال مشح ما هو زبالي ما قلناها علشان المزايا زينها في الصحن لا نادى المنادي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي بعدها يا مرحبا روح بالنزود روح
صدري ومرقاك الفوادي الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي أدركم فتح الفقار اللي تمايل ما قلناها علشان المزاين زينها في الصحن لا نادى المنادي يدي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وكادي مرحبا رحب النزود رحب نور رب بعد من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة اين عتمة جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي أدركم فتح الفقار اللي تمايل ما قلناها علشان المزاين زينها في الصحن لا نادى المنادي يدي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي بعدها يا مرحبا رحب النزود رحب نور رب بعد من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة اين عتمة جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفوادي الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي أدركم فتح الفقار اللي تمايل ألف معلم بشع ما قلناها علشان المزاين زينها في الصحن لا نادى المنادي يدي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي مرحبا رحب النزود رحب نور رب بعد من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة اين عتمة جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفوادي الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي أدركم فتح الفقار اللي تمايل ألف معلم بشع ما قلناها علشان المزاين زينها في الصحن لا نادى المنادي يدي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي بعدها يا مرحبا رحب النزود رحب نور رب بعد من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفوادي الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي تمايل ألف معلم بشع ما قلناها علشان المزاين زينها في الصحن لا نادى المنادي يدي والحرام فرح غطى علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي مرحبا رحب النزود رحب نور رب بعد من هالبلادي مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة جيتك في دارنا ليلة عيادي اقطب ثمر التحية والمحبة اين عتمة جيتك وطيب زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد صدري ومرقاك الفوادي الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي أدركم فتح الفقار اللي تمايل ألف معلم بشع ما قلناها
سقف في دارنا ليلة عيادي اقطف ثمر التحية والمحبة نعت مجيتك وقف زادي ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك عد في صدري ومرقاك الفوادي الدلال تفوح من صبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي ادركم فتح الفقار اللي صحن لا نادى المنادي يدي والحرام من الفرح غطى علينا واقبلوا الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزين به وجمله وعلمه البيان فقدم به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله الشيوخ الأفاضل أيها الحضور الكريم أهديكم جميعاً تحية مباركة من عند الله تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمراً منيراً ولو نزلت إلى الأرض لكسته سندساً وحريراً ولو مزجت بماء البحر لجعلت الملح الأجاج عذباً فراتاً سلسبيلاً هي تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلاماً فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ترحابا أزكى من المسك وأعذب من الماء الغمام مرحبا بكم ترحابا ثابتا ثبوت المعتق وراسخ الرسوخ المبنى أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم بهذه المناسبة يتشرف والد الشيخ عبد الله بن مارق البقمي أن يقدم هذا التكريم لأخيه المهندس ورجل الأعمال شاهر بن مارق البقمي لترقيته على المرتبة العاشرة جعلها الله له عونا على الطاعة خير ما نبدأ به كلمة مع الشيخ محمد بن حمود الهذيلي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله في بداية الأمر أن نبارك الأخ شاهر هذه الترقية ونجعلها الله يجعلها عونا له على الطاعة وأن يمد في عمره وأن يبارك للأخ عبد الله وأولاده وأخوانه أما الكلمة فإننا الآن في نهاية شهر شعبان نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما بقي منه وأن يبلغنا برحمته وعفوه رمضان في عافية منه وغفران يتكلم أهل العلم بما يستقبل به رمضان في هذه الأيام تكثر المحاضرات والوقفات لاستقبال هذا الشهر العظيم الذي هو سيد الشهور وهو كيوسف بين إخوته وبما أن الله عز وجل رد على يعقوب نظره بثوب يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا فكذلك يرد الله عز وجل على المؤمن إيمانه في هذا الشهر وهي محطة يتزود منها الإنسان لإيمانه وتقواه لله عز وجل كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهي محطة لرفع التقوى فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم ويبلغنا رمضان أما أهل العلم فيقولون ما يستقبل به رمضان وأفضل ما يستقبل به رمضان هو كثرة الاستغفار والتوبة هي كثرة الاستغفار والتوبة فالإنسان يستغفر ويتوب الله عز وجل واقفا وقاعدا ونائما لأن الذنوب هي التي تحرم المرء التوفيق الذنوب هي رأس كل بلاء فهي التي أخرجت آدم من الجنة وهي التي حلت لعائن الله على إبليس وطردته من ملكوت السماوات فالذنوب شؤم على العبد والذنوب كما عند أهل العلم منها الصغير ومنها الكبير ولكن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر نسأل الله العفو والعافية فنسأله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يبلغنا برحمته رمضان والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد جزاك الله خير ونبقى مع الشاعر شعوان بن سرحان فلتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحييكم بالجميع في محل الجميع في محل الشيخ عبد الله بن مارد وإخوانه، وبارك لأخي شاهر بن مارد على الترقية اللي عسى الله يكفيه شرها إن شاء الله، وعقبها إن شاء الله المرتبة وزير إن شاء الله. أما القصيدة والله ماني بشاعر، كلفوني حوالي 4 بيوت مدري 5 بيوت. سلام الله على أهل الحفل واللي للحفل جايين، سلام الله على أهل الحفل واللي للحفل جايين. عيال العود مارز لا تزازى في مراميها، سلام الله على أهل الحفل واللي للحفل جايين. عيال العود مارز لا تزازى في مراميها، اللي درهم خفاف الجيش حول واحتمى التالين، اللي درهم خفاف الجيش حول واحتمى التالين، اللي قامت معسفة الرمك تغطي عزاويها، اللي درهم خفاف الجيش حول واحتمى التالين، اللي قامت مطوعة الرمك تغطي عزاويها، اللي قامت موسعة البرازع تزهم الشجعين. شو اسمه؟ ده قامت مرة اللي قامت موسعة البرازع تزهم تزهم الظفرين، اللي قامت موسعة البراقع تزهم الظفرين، اللي حنة تبى المفروض حول عن تاليها، اللي جانا نهار مفطرة في يم الجوازع يم دون هضب التين، نهار مفطرة في يم الجوازع دون هضب التين، برز برزة فهد في الدول هاللي حاكم فيها، هل الوقفات حنة هات هل الوقفات حنة والله ما يختلف على اثنين، هل الجيش الحمر بمشوك بل ما نشريها. سلام انا ما سويت الا الحين وما صح لسانك بيض الله وجهك. ونبقى مع الشاعر مشخص بن دحيم الهذيلي فليتفضل مشكورا. حنا ما يهمنا ان الشاعر يغلط او لا يغلط، يهمنا المعنى وتركيبه ونقش المواقف القديمه والفعول، وشاعرنا بيض الله وجيهكم ووجهه أعطانا نبذة تنفعنا، وحنا خابرين كل شيء وكفوا باللي مدحهم وكفوا فيه وفيكم. أنا عبد الله بن مارق خابر إن رجلي تعورني من مده ولا أروح لأحد، وعلم الشيخ مسلط بن بنية أمس وقال ترى مشخص تحسن شوية وشدت علي أن يجي ولا يمديني أسوي حاجة، سويت لي 4 أبيات الله يحييكم ويبجيكم. وأنا معود أبو مارق على العرضات في الحرة وفي تربة وفي العرقين وباقي القصيد يبيض الوجه، اللي بغيتون يجيبه فيما اللي مضى أجيبه. وهل الغربية علموني الملالة قدام أبدأ في القصيد. لا لا يا لا 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 بيض الله وجهك يا معزبنا مستحق بيض الوجه من طيبك. بيض الله وجهك يا معزبنا مستحق بيض الوجه من طيبك. يا ابن مارق تجمعنا لواجبنا تذبح الحشوة وكثر تراحيبك.
أنا ابن مارك تجمعنا لواجبنا تذبح الحوش وتكثر تراحيب كل يوم قدم بيتك ركايبنا حضرت للعزيمة من مناديب كل يوم قدم بيتك ركايبنا حضرت للعزيمة من مناديب في وجودك عسى الله ما يخيبنا ونطلب الله يسهلك مطالبك في وجودك عسى الله ما يخيبنا ونطلب الله يسهلك مطالبك سلامة الجميع وأما الآن مع الشاعر شجاع بن سنيد أقول ما دام الشعراء الكبار جابوا على 5 أبيات و6 أبيات أجل أنا ما علي عتب إذا جبت 4 أبيات ولا 5 يقول قدم صبت الدلة ولا يدرج الفنجال وقدم كسرت الكنبود تحضر مباخرها هلا مرحبا ترحيب تنتقري الرجال هلا مرحبا ترحيب تنتقري الرجال قدايم سنين العمر تشهد الحاضرها هلا عند ابو مارق هلا من غلا وجلال هلا بالرجال اللي تنوم اسم فاخرها وريث الشجاع اللي نهار المعارك نال وسام الشرف من روس قومه وندرها لمنه تعزوى في العزاوي تسر البال على حرة في مناطح القوم صاخرها سلامتكم صح لسانك مطلوبة محمد بن شتاوي قصيدة فلتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نبارك ابن سعيد المترقي والله يوفقه ابن مارق والله يوفقه وندعو للأخ عبد الله بن مارق بالتوفيق والبني مذيب كلهم مواقفهم طيبة وهم هال الله من شبانهم الأولين هذا اللي نعرفه قبل أسبوع مدري أسبوعين عزمونا بني باني مع ابن الحارث عندهم هنية وأنا ما كنت معد قصيدة ولا كنت محضر شيء ولا لهم حق كبير ويستاهلون العلم الطيب وقلت لي 3 أبيات أبا أعلمكم بها وأما باقي القصيد اللي تبغونها علموني وأنا بعلمكم باللي أحفظ منه وأنا والله قايل من أنسى القصيد يقول الله الضيفان عند الباني يا شذي نعم بك ونعم مارك والنعم موصول لكل رحماني رجالهم بحزة الضيق فارق وتشهد على قول ظهور السواني رجالهم في الهوش ينطح بيارك وسلامتكم هذه الأبيات اللي أنا قلتها ذاك الليل في وقت الضيق أما بالنسبة للقصيد ف والله كثير لكن أنسى اللي يعرف شيء ينشدني وأنا أقول القصيدة الفلانية يا ربني أعطيكم منها شيء هذا مساجين للبقوم سجنوا في جيزة وراحوا مشايخ البقوم حياة فحان بن محي وسلطان بن الغنام وسحيمة بن رفاع وناس معهم وشافي وربع واجد راحوا وفكوا المساجين بالكفالة وجابوهم ويوم جابوهم هنا جاء أمر بترجيعهم للسجن من نايف الله يجعله في الجنة ابن عبد العزيز ليلة نحن سامر عند شافي أذرم تواصل وقالوا بنروح للسديري محمد بن تركي مير جيزان في الغاط
انشده وقال عنه في الغاط وقال نبى نمشي له تشاوره وقالوا يلا عزمنا شابع على ذاك العشاء يوم جينا وحباب ابن بعيان القرمودي شايب طيب وعندي غالي يقوم ويجي يسلم على خشمي وانا جالس وانا اقوم انت يا حباب قال تراني طالب كنت خاوي ذا الربع الصبح اما تقول لك بيت قصيده ولا تقول لك شيء ابغاك تفك ذا المساجد قلت ابشر روحنا وشرعنا بس ترى لي شرط قال ها قلت فيه رجال جد سواه فيه معروف ولا سوى ولا اعترف به ما يروح معنا اذا بيروح انا من ابراهيم قال ابدا ما يروح امس انا سويت القصيده ويوم صليت الفجر والله الرجال يضربون بوري اشتالوني ومشانا ويوم اذن الظهر لو والله ان لافين مع ملف في الغاط رايحين نبى مع ملف في الرياض العمومي بنعود يوم الغاط المهم جينا في ظرماء وسووا اخوي انا غداهم وذبحوا ذبايحهم وسووا غداهم وانا رحت وانسدحت وقاموا ينشدهم ابن محي هو يا ابن ترحيب وربعين قالوا تعالوا يا شعار نشدوا الربع اللي معنا والله معنا ابن عمر ومعنا شعار طيبين وعلومهم زانة ونشدهم زين لكن قالوا دوروا بنشتوي وين يقول ابن محي قالوا انا رادد هنا راحوا جوني انا نعست ما رقدت البارح قوموني جيتهم قلت انتم علامكم قالوا انا القصيده اللي انتم مسويها قلت ما سويت قصيده قالوا والله نتعلمناها علمتهم بالقصيده قالوا ترى قصيدتك هي اللي بتقع احفظها بس تغدانا ومشانا ما جينا الرجال الا الامير اللي بعد صلاه المغرب بنص ساعه في الغاط جيناه ورحبنا وقلطنا الرجال وتكلم حياة فحان بن محي قال يا طويل العمر ما علي لو شفيت أخوياي والله فيه كفو الله يجعله في الجنة وأموات المسلمين قال تفضل قال جان أمر أطلقت مساجيننا وتجملت وجان أمر بترجيعهم وجينا مشتالي رحنا لنا وحولنا على الباحة يوم وصلنا الباحة قالوا لنا إنك هنية وجينا معودين حنا مساجيننا قال كان وديتوهم أقرب لكم وراكم قال ناصر بنت رحيب في جنبه يا طويل العمر زابين إن الله ثم زابنينك حنا بندل الدرب لكن نبى النجاة من الله ثم منك قال مني بكبر من فهد بن عبد العزيز أمره علي وعليكم ونايف أي والله يا مسكت قال وانت يقول مات سلطان قال يا طويل العمر ولدي كفلهم وشبتنا الشرطة قال سلم شرطة تربة توديهم وانت يقول مات شافي قال شافي ما جاء على رجيجينا ما ثبت عليهم شيء وان شاء الله انه ما يثبت عليهم شيء واليوم الظليمة ما نباه نبا العدل قال بنحقق معهم ونصبحوا ان شاء الله سالمين فكنا التفتوا على البدري في جنبهم هندي قال وانت قال معنا شعر بيقول له قصيدة قال خليه يقوم يقولها وهو يتلني جيت قدامه قول يا والله السدارة المجلس مليان وحنا يا القوم اللي جينا نجي 25 ولا 30 مشايخنا وحتى مساجيننا معنا قلت مساكم الله بالخير قال الله يمسيك بالخير عطنا اللي عندك قلت يا طويل العمر والله ماني بكبر من اللي معي ولا دل منهم وقالوا اللي قالوا وانا عندي قصيده بقولها وارجي من الله العلي العظيم انها توفق قال هاتها قلت سلام يا امير حميده سجاياك حر ولد حر شجاع عن سنافي يا امير جابتنا اللوازم وجيناك وانت ليجوك الرجيل تافي قبل امس يمنا بجيزان زرناك نطلب فك عيالنا والعفافي واعطيتنا مطلوبنا لعدمناك ومنا جزيل الشكر والاعترافي واليوم حدثنا العلوم وزبناك نبغى فككم ما يجي له قوافي جينا يا ابو تركي بالصوت نخاك ومطلوبنا تضفي علينا الحافي وبوك قدامك على الطيب وصاك وقت تلقى ترون حد الرهافي ودخيلكم دون تفكون الافراق ويمسي بعد ما حد البرد دافي عند السدار اللي يمدون الاشياك
أهل البيوت موسعات الرفافي يمير لك عاد أجزال عطاياكم أطلبنا فزعت كل علم كافي بجاه رب معكم كل الأملاك كل الملائك القبائل بجاه رب معكم كل الأملاك كل الخلائق تحت ملكه ضعافي يكتب لك التوفيق ويشدد أخطاك ويكتب لنا وياك زين الملافي في ساعة ما فيه هذا ولا ذاك يمشون خلق الله عرات حوافي واختام ما قلت سلامتك وعفاك وبي الشعر مثل صب المصافي قال صح لسانك صح لسانك انزموا لي على مير جيزان سووا لنا عشاء والله ابشركم قال اسحبوا البحث عن البقوم مدة 6 شهور وانتهانا وسلامتك صح لسانك وبيض الله وجهك وقفة مع الشاعر شاعر الملك زياد بن زيد فليتفضل مشكورا السلام عليكم الله يحييكم عند في محل ابو مارد وهو مدهال النشامى امثالكم انا والله اني ما عندي قصيده في المناسبه لكن انا قلت قصيده البقوم جالهم وقفه يوم موضوع عبد الله بن فارس وقفت انت رفع الراس ما انت كاثرها من البقوم بس انها تستحق الاحتفاء شعريا وانها يكتف فيها وهي ما هي بغريبه من اسهم المنايا وصبيان البقوم ما عليك زود الفخر لاجت ضواميه لعدوده ورود صار حبلي للفخر ما هو بأية حبل الفخر لاجت ضواميه لعدوده ورود صار حبلي للفخر ما هو بأية حبل واقع ملموس والناس لإثبات شهود واضح بكل النواحي وفي كل السبل طيب ربعي يرفع الراس من عصر الجدود مفردات المدح فيهم تجي مثل الوبل طيب ربعي يرفع الراس من عصر الجدود طيب ربعي يرفع الراس من عصر الجدود مفردات المدح فيهم تجي مثل الوبل هم عسفت رصايل اللي يراغ الشرود في نهار يظهر جرم ما يظهر خبل وان ذكر طاري حيا في سهل ولا نفود هم على طاريه سم ومتيهت الابل هم عسفت رصايل الى راغ الشرود في نهار يظهر القرم ما يظهر خبل وان ذكر طاري حيا في سهل ولا نفود هم على طاريه سم ومتيهت الابل عزوة يرقون للمجد والعليا سنود ما تثنيهم صعيبة ولا هامة جبل دون دجنة كم تصدوا الغزوات وحشود يوم صاح الصايح ولا اللقى دق الطبل دون دجنة كم تصدوا الغزوات وحشود يوم صاح الصايح ولا اللقى دق الطبل كل منهم ما يدور على الوقفة صدود عادته من صغر سنه على السطوة جبل عادت متوارثة بين طفل وبين عود قوة من قوة الليث ياخذها شبل يوم عبد الله نخاهم يوم عبد الله نخاهم وفي ديها القيود ولما التصاقط اوراقه وعرقه ذبل قامت النوهات من كف جود وكف جود والتزاحم كل واحد يبي يدفع قبل يوم عبد الله نخاهم وفي ديها القيود والأمل تساقط أوراقه وعرقه ذبل قامت النوهات من كف جود وكف جود والتزاحم كل واحد يبي يدفع قبل طيب تسبدي يوم تحتر والطيب التسبود يا عزات فعلها دايم يشد الشبل طيب تسبدي يوم تحتر والطيب التسبود يا عزات فعلها دايم يشد الشبل وقفة سهوم المنايا يعدلها عدود عادتم فيهم قديمة ومعروفة قبل اعتزوا على الدية لين ساقوها وزودوا لو ما قلنا وقفوا كان ساقوها دبل سلامتكم صح لسانك وبيض الله وجهك وأما الآن مع الشاعر زبار المبجاد فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك للمهندس شاهر على الترقية
ولو عندي خبر فيها سويت قصيدة أبو فيصل يستاهل. هذه قصيدة في معازيب أبيات، ما هي قصيدة ولا ما يكفي الطيبين ما يكفيهم معلقات. يقول: شفنا التكاتف بينكم يا لمر يزيد، الله من عيون الحسود حماكم، لا قالوا رجال ونشامة مطاليق، هذه حقيقتكم وهذا نباكم، ولا قالوا الكسب المراجل سبابيك تسبق يمانيكم وتسبق اخطاكم، الطيب من جزل الوهايب توافيك، والله على ذروة سنامه عطاكم، ميراث جد وحاضر بالمواثيق من طيب سمعتكم وطيب مخواكم، ميراث جد وحاضر بالمواثيق من طيب سمعتكم وطيب مخواكم، تنشر لكم بيضا بروس الشواهيك تفرح محبيكم وتغضب اعداكم، عدوكم من طيبكم صدره يضيق ورفيزكم لا ضاق صدره نصاكم، وانتم هل الوقفه الى نشفه الريق ما يدرك في ظل غير حداكم، واللي عن الواجب يدور مداريك هذاك يا احفاد بن مذيب فداكم، واللي عن الواجب يدور مداريك هذاك يا احفاد بن مذيب فداكم، تزين في ربعي بيوت الطواريك من طيبكم يا عزوتي من غلاكم، ماني بلفق فيكم المدح تلفيك، لا والله الا المدح ثوبه كساكم. وسلامتكم. مسموح ب تدبيل؟ يا هجوسي لا تغيب لا تقافلنا العشايا، ابرق ابرق يا سحاب وهل وبلك يا خيالي، اعتقد لو والله اجزم ما حد ملحقني زرايا، لا مدحت العزوه اللي مجدهم فوق العلالي، افتخر في مدح ربعي واختصر عده مزايا، لو افتخر في مدح ربعي واختصر عده مزايا، لو بعد المزايا كلها طالت ليالي، يا صدى سود القلوب الصاديه خبث النوايا، ما تعشش غير بقلوب الضعوف من رجالي، ابكحنا لا تنامر مجدنا بكل النحايا، ما عليكم زود، ابكحنا لا تنامر مجدنا بكل النحايا، ما جهلنا غير جاهل ما جهلنا غير جاهل ما وصل عقل الكمالي، ارحمنا لا تنامر لا طنت روس الطنايا، علمنا قول وفعل ما هي سواليف المضالي، شيخنا شبحنا للطايله ما هو قدام المرايا، وان وردنا ما وردنا الا براهيت الحبالي، ارحمنا لا تنامر ستر ترفات الصبايا، ما تلد عيوننا فالتاليات من التوالي، الكرم فينا طبيعه من زمن جوع وهجايا، شيخنا الاكرام ضيفه راهن شيخ الدلالي، وافتخر ويشوش راسي لا تذكرت الحمايا، منا خانة سعد عينه في السهول وفي الجبالي، وجارنا تسنح حدانا ما لقى منا جفايا، حاشمينه في العيون ومكرمينه في القبالي، يقضي العمر بكرامه ما يقلط في الزوايا، مجلسه في الصدر معنا مع كريمين السبالي، والخوي قصة شهيرة باسمنا عند البرايا، في خوي بعيرنا قمنا وردينا الحلالي، والمعرفة لها رجنا ما نسرحها عرايا، نحترفها في الخطاب وفي القصيد من الجزالي، والفعولة الأولى ما هي على السامع خفايا، فوق مسرجة المهار ودون خلفات متالي، والقبائل كلهم وقت الطنا رؤوس وطنايا، ما ينقص في حقوق الطيبين الا الحثالي. وسلامتكم والمعذر على القصور. صح لسانك وبيض الله وجهك. اما الان مع الشاعر حمدان بن حزام المسيطير فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. الله يحييكم عند من حيابكم
ونبارك للأخ شاهر على منصبه الجديد، ونجعله إن شاء الله عوناً على الطاعة وعند حسن الثقة لولاة الأمر فيه. بارك الله فيه إن شاء الله وفي من حضر. وأما القصيدة، والله أني ما صلحت قصيدة جديدة. قال لي عبد الله قبيل وحنا نفطر عند ربع سوونا قصيدة ولا دورنا منا. لا والله أنا ما يمديني، أنا ما عندي شعر، شعري قليل، وعندي قصيدة والله أني ما أدري أنا أحفظها ولا ما أحفظها. قايلها كنا في جهة المدينة في الربيع وارسلتها جاي، قلتها في جيران الحروب، وقلتها في ربعنا، وإن ما طويلة والله ما أدري أنا أحفظها، لكن أنا غلطت منها شيء اسمحوا لي. أكم المبدأ أربع أبيات في بني مارد، والله ما أدري أنا أحفظها ولا ما سويتها لدى الحين، ما أدري أحفظها ولا ما أحفظها. يقول سلام الله على ربعي حزام عالي مبداه، سلام الله على ربعي حزام عالي مبداه، بني مارد هل الطلات موفين المواجيبي. سلام الله على ربعي حزام عالي مبداه، بني مارد هل الطلات موفين المواجيبي. بني مارد هل الوقفات مثل البدر في مبداه. بنقال يعيش. بني مارد هل الوقفات مثل البدر في مبداه، كرمهم زايد ورا القبيلة. لا لا صاحبي، والله اني انا داري ماني بحفظها لكن انا مزينها، لكن ان شاء الله بعودكم فيها. بني مارد هل الوقفات، بني مارد هل الوقفات مثل البدر في مبداه، كرمهم زايد ورا القبيلة. لا لا صاحبي، بني مارد على درب الشجيع اللي ما حد ينساه، اخو ساره يبين لي تناخو بالتناديبي. ما عليكم زود، يستاهل والله. بني مارد على درب الشجيع اللي ما حد ينساه، اخو ساره يبين لي تناخو بالتناديبي. اخو ساره مقر الطين من مبداه لا منهاه، اخذ كلام الصدق ما هو بالتكاذيبي. واسمحوا لي فيها والله ما هب... ايه والله ما سويتها لذي الحين، وهم يستاهلون والجميع كلها تستاهل، البقوم وجماعتنا. اكمل قصيده المشاركه يمكن سمعها الربع، والله اني ما طيبنا من طيب جماعتنا ما في شك، والله انتم تستاهلون والله. انا كنا في جهه المدينه وجيراننا الحروب شر والحضور، تبادلنا احنا وياهم الكرامه وكرمونا، وتبادلنا احنا وياهم الكرامه وتعرفنا، وقالوا وزلوا كل شيء الماء والحلال، ويوم جاء يوم من الايام وعودت ردب اشلم عندي احد تلفت قلت لي كلمات انحفظتها بعلمكم. يقول بادي الرج من طويلات حيود مستقل بين الاكحل والفقيري، يوم بديت مرقبه جاشت سدودي عند حرب اللي يعزون القصيري. بادي الرج من طويلات حيود مستقل بين الاكحل والفقيري، يوم بقدات مرقبه جاشت سدودي عند حرب اللي يعزون القصيري. طيبهم مجدهم بالطيب ما تحصى حدود، والصغير الطيب خذه من الكبيري، مرتعي ومخلفي تثبت جدود، جمع عوف اللي لهم مجد شعيري. جمع عوف تجمعهم يعني هم خلفي، مجدهم بالطيب ما تحصى حدود، جمع عوف اللي لهم مجد شعيري. وجارنا مشهور من جملة يسود، يذبح الحايل ولا شر الشويري، زايد اللي بالكرم يرفع عموده، يحسب حسابه ليقر الزريري. مرتعي ينجاد في الدنيا الزهود، والمراجل ما تهيب اليسيري، راتب اللي قايده دايم يذود. أنا الحين بعد بروح الربعي. راتب اللي قايده دايم يذود، جيب شاص فاهم فيها الخبيري، تو ما مرن وجهزنا قنوده، ما يقوده غير فهمان شوهمان شطيري، تو ما مرن وجهزنا قنوده، ما يقوده غير فهمان شطيري، نحره للي لقاه مسعود، هم الحفر راس في اليوم العسيري، عزوة دايم على الطيب محسوده، ارحمان من العوارف للاميري. ما عليكم زود، تستاهلون كلكم يا البقوم. عزوة دايم على الطيب محسودة، ارحمان من العوارف للميري. يوم أشوف جموع
عزوة دايم على الطيب محسودة، ارحمان من العوارف للاميري، مجد ربعي ثابت كل نشهودة، يوم اشوف جموعهم تني غريري، والبقوم تقود من ربي وجوده، تكرم الاصحاب وضد الشريري. البقوم تقود من ربي وجوده، تكرم الاصحاب وضد الشريري، اسمهم واحد وكل له حدوده، باشهم يرعى القفر مال خشيري، واعذروني في الباقي. السلام عليكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. قصيدة مطلوبة من الشاعر شعوان بن سرحان، فليتفضل مشكورا. خلصنا من المدح، نرجع للغزل. قلوبكم خضر أكيد. هذه بنت اسمها روضة في الخليج، أخذت فلوس السعوديين، كل واحد يجيها يقول أنا شاعر، تقول ما مثلك، البيرق فالك، وكله أخذت فلوسهم كلهم. كل ما جاء واحد قالت البيرق فالك وخذت فلوسه. لو أبى المصياف بركب موتري واروح يم الطايف. لو أبى المصياف بركب موتري واروح يم الطايف، بس نفسي فالبقوم وفي تربة مفتونة. لو أبى المصياف بركب موتري واروح يم الطايف، بس نفسي بالبقوم وفي تربة مفتونة. وش علي من عروض تقام بالمفتاحة، وش علي من نبيل شعيل لو يدعونه، يسوون عروض بالمفتاح هنا. وش علي من عروض تقام بالمفتاحة، وش علي من نبيل شعيل لو يدعونه. وإن زعلت أبا توجه يمشاط الراحة، بتغزل في هواه وبنت المزيونة. إن زعلت أبا توجه يمشاط الراحة، بتغزل في هواه وبنت المزيونة. عنقها عنق الغزال وعينها ذباحة، ومشت قامت تخضع طاحت الملعونة. عنقها عند الغزال وعينها ذباحة، ومشت قامت تخضع طاحت الملعونة. تجرح العشاق جرح بكلمة جراحة، شهر المليون لا شافت نسى مليونة. تجرح العشاق جرح بكلمة جراحة، شهر المليون لا شافت نسى مليونة. الشعر مهم يكل من فتى المسباحة، مير ضاع وضيعوه اللي بدوا يشرونه. الشعر مهم يكل من فتى المسباحة، مير ضاع وضيعوه اللي بدوا يشرونه. لو بن جرشان يدري كان سل سلاحه، واحتمى بيت الشعر من حال من دبه. والسلام عليكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعده الله يحيي الجميع على شرف المهندس شاهر بن مارز، وشرف الجميع. والله يحييكم كبيركم وصغيركم، والمخططين من بعيد ومن قريب، وتفضلوا على غداكم. والله يحيي الجميع. مرحبا رحب النزود رحبنا والربعت من هالبلاد. مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة، جيتك في دارنا ليلة عيادي. اقطب ثمر التحية والمحبة، عينعت ما جيتك وقف زادي. ارحب ارحب يا هلا والبيت بيتك، عد في صدري ومرقك الفؤادي. التلال تفوح من صبح وتفوح، في لقاكم والذبايح في المنادي. قدركم بطح الفقار قرنها علشان المزاين، زينها في الصحن لا نادى المنادي. فالحرام من الفرح غطى علينا، واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي. بعدها يا مرحبا رحب النزود رحبنا والربعت من هالبلادي. مرحبا يا ضيفنا قدر ومودة، جيتك في دارنا ليلة عيادي. اقطب ثمر التحية والمحبة، ارحب يا هلا والبيت بيتك، عد في صدري ومرقك الفؤادي. التلال تفوح من
الصبح وتفوح في لقاكم والذبايح في المنادي وذركم فتح الفقار اللي تمايا ما قلناها علشان المزاين زينها في الصحن لنا علينا واقبلوا ترحيبنا ورد وقادي مرحبا رحب النزود رحب